في أولياء لله وفي أولياء للشيطان، في أولياء لله أولياء للرحمن وأولياء لشنو شيطان. شكي شيخ الإسلام صنف مصنفا الفرقان بين أولياء الرحمن وأولياء شنو الشيطان. شيطان ما عنده أولياء، إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه. والله سبحانه وتعالى له أولياء، الله ولي الذين آمنوا. طيب لازم تفرق بين أولياء الرحمن وأولياء شنو جزاك الله خير وأولياء الشيطان، عشان ما تمشي تعظم أولياء الشيطان. حتى أولياء الرحمن ما تعظمون التعظيم الذي يخالف شنو الشرع، تحترمهم وإلى آخره وتوقرهم وتحبهم في الله. الأولياء الجد ما بتاعنا اللخبة. قال ويكفي في هذا آية من سورة آل عمران، ذكر آيات مختارة في هذا الموضوع. أنت أعرف الأولياء أولياء الرحمن، وأعرف أولياء شنو الشيطان. أولياء الشيطان زي السحرة وزي دعاة الشرك بالله تعالى، ده أولياء للشيطان. وأولياء الرحمن هم المؤمنون المتقون المتبعون للرسول صلى الله عليه وسلم، ده أولياء الرحمن. ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، يأتون الذين آمنوا وكانوا شنو تقول. وإنت ذاتك أبقى ولي، أنا بستغرب ليه الزول ما يبقى ولي، إنت ما تبقى ولي، أبقى مؤمن تقي أصلي تبقى ولي وإلا تطير. الناس بيطيروا لي أنا ما عارف تبتطير ليه، يقول لك ده طار. ما شفنا عليك الله، إنت شفت زول طار؟ كلها قصص انتوا شفتوها؟ ها؟ ما من طبيعته زول البينبزو بقول لي تطير. انت بتطير ليه؟ وساوي لك عربات ومكيفات وطياره، انت بتطير براك بتطير؟ وين الريش بتاعك؟ كلهم يطير. طيب والفوا فيها مصنفات، مصنفات في الاولياء ديل الفوا بعض الناس وجابوا طوام وأشياء باسم الكرامات ككتاب الطبقات لمحمد والضيف الله. قال قال الشيخ إدريس صفحة 116، قال الشيخ إدريس طبقات الأولياء على ثلاثة أقسام، صغرى ووسطى وكبرى. فالصغرى أن يطيروا في الهواء افتديها ذاته، ويمشوا على وجه الماء، وينطقوا بالمغيبات. قال بيطيروا بيمشوا في الموية وبينطق بالمغيبات، ده الصغرى. الوسطى يعطيه الله الدرجة الكونية حيث يقول للشيء كن فيكون، وهذا مقام دفع الله ولدي، ده كل باطل من أكبر الباطل. والكبرى قال القطبانية، يبقى قطب كله هوا الساي. في صحابي قطب؟ لاقاكم صحابي قطب؟ لاقاكم صحابي يقول للشيء كن فيكون؟ في صحابي بيطير في الهواء؟ ياخذ كله في النهاية بيجيبوا لك أشياء زي. طيب قال ويكفي في هذا آية من سورة آل عمران، وهي قوله قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. باختصار ده تبقى ولي لله ومحبوب عند الله، اتبع الرسول عليه الصلاة والسلام، بس باختصار جدا. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم الله غفور رحيم. الآية قال وآية في سورة المائدة، وهي قوله يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه. ما هي صفاتهم؟ قال يحبهم ويحبونه أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم. دي أربع أوصاف أو أربع صفات كما قال ابن عثيمين رحمه الله تعالى. أذلة على المؤمنين، زول يكون متواضع، واخفض جناحك للمؤمنين سورة الحجر، وفي سورة الشعراء واخفض جناحك لمن اتبعك من المؤمنين، خليك زول متواضع ولين مع المؤمنين وعاملهم بالتي أحسن، واتجنب انك تحرج في غير موضع الحرج المطلوب اذا طلب يعني منك. المهم في نهاية تعاملهم بالتي أحسن،
قال أعز على الكافرين، كافر ده يكون تكون عزيز معه، تعز الدين، تعز الدين، ما تنكسر له تزلل له وإلى آخره. ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين. الوصف الثالث أنهم يجاهدون في سبيل الله. الوصف الرابع أنهم لا يخافون لومة لائم في الحق. يقول الحق ده بالتي أحسن وتلطف في الناس ما استطعت، والموضع الشدة استخدم الشدة، بعد ذاك الناس كلها لو وقفت ضدك ما تلتفت لهم، انت مع الحق بس امشي. طيب قال وآية في سورة يونس، في يونس، وهي قوله ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم، عليهم هم مش على الناس اللي بينادون، لا خوف عليهم على الأولياء ولا هم يحزنون، ديل الأولياء ذاته مش الناس اللي بيعتقدوا فيهم. من عمل صالحا فلنفسه ومن أساء شنو عليه، الذين آمنوا وكانوا يتقون. طيب قال ثم صار الأمر عند أكثر من يدعي العلم وأنه من هداة الخلق وحفاظ الشرع إلى أن الأولياء لا بد فيهم من ترك اتباع الرسل ومن تبعهم، اتركوا اتباع الرسل ويتركون اتباع من اتبع الرسل، واتبع سبيل من أناب إليه، فليس منهم الذي يتبع الرسل ويتبع من اتبع طريق الرسل كالصحابة، ليس من الأولياء، دع كثير من الذين يدعون العلم والهداية إلى آخره. ولا بد من ترك الجهاد، فلا بد أنت تترك اتباع الرسل واتباع الصحابة وتترك الجهاد عشان تبقى ولي، إن كثير من الناس ويأخذ الولاء عندهم واحدين يدفنوا يخطوا في غرفة ويدوا قرب واربعين يوم ويدخلوا جوا زي أرنب الخلة، شفت تلقاه جوا في، وبعدين خاش ومار، وبعد أربعين يوم يقول لك بطلع محل، بطلع فوق شوف الكعبة، من محلك دي من الخلب تشوف الكعبة هاي، وبشوف الكون كله، وبعد ده بقى ولي وكذا وكذا، وبقوه ساحر وقولوا ده ولي لله تعالى. ما في صحابي سوى له غرفة، سوى له كمون وسوى له أوراق وحطب وعيدان وطلاسم وسحر وبخور هايج وسبح، ما في صحابي واحد عمل كلام، ذيل جابوا الشغلة دي من وين؟ سوون أولياء. أي زول بس لابس له حاجة زي الطرحة وكاتل ضله وساوي الشال زي علامة فيه، ده خلاص ولي؟ وده مكنصلة، قال لك أنا مكنصل شغلته، ما عنده ولاية، ده لخبطة ده ذاته بشكله يعني. قال لك قال ولا بد من ترك الجهاد فمن جاهد فليس منه، البجاهد ده ما ولي لله إلا يتقف الله في غرب. قال ولا بد من ترك الإيمان والتقوى. الولي ينادي الشيخ، الولي ذاته مدد يا فلان ويستمد من فلان ومن علان، ترك الإيمان ويبقى ساحر، ترك الإيمان. وما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر، لخبط ويترك التقوى، يصافح النسوان ويجن لابسات كيف وعاملات كيف ويزينا راجل، يجي خاشي القائم مبهدلات والحطب والجنوة بعرف بتاع الكسرة والوسخ والبلاوي والشمار في الجلابية بتاعت المرأة ومبهدلة وشعرها منكد وحالتها بالبلا، ودار تمشي للفقير تجي أموره مرة واحدة، وتركب الركشة وماشى للفقيه براشة إلى لا عتوت ماسكاه، عتوت موحد وجنبه ملخبطة. قال فمن تعهد بالإيمان والتقوى فليس منهم. قال المصنف يا ربنا نسألك العفو والعافية إنك سميع الدعاء. الشغلة لخبطة، الموضوع ده طويل لكن شنو نحن الآن نختصر هنا، ماشي. فإنت ما تتخدع، ولي ده بيجي المسجد
رسول يا أخي آخر حياته صلى الله عليه وسلم صلى بالصحابة جالس، صلى بهم جالس، ده بمروته بصلي في غرفته. والغريبة مرات ابن المسجد هو وجنبه بيجاي قبة وجنبه غرفته ما بصلي في الجامع. تمزي كنت أقول له أنه بصلي معك، أقول لك والله بيسلموا على كثير بيشغلوه، ولا السلام ده بحيط هنا ذاك في البلد لا داري حتة لا داري أي شيء ولا داري يجي الجماعة السلام ده ما خير أنت مالك ما بيهم. بعد شويش اللي عصايا ولف عليم ربه مصايب ثقيلة جدا. أيوة أقول لك بصلي. وقالوا يا هذا تركت صلاتك ولم يعلموا أني أصلي بمكة ولا جامع إلا ولي فيه منبر ولا منبر إلا ولي فيه خطبتي. ده في الفيوضات الربانية في المآثر والأوراد القادرية، ده بتاع الطريق القادرية صفحة 63 ل 65. قالوا وقالوا يا هذا تركت صلاتك، ما بتصلي معانا ليه يا شيخ؟ ولم يعلموا أني أصلي بمكة، وقاعد معاهم في البلد وبصلي في مكة كيف؟ بس أنا دار أعرف الشغلة. ولا جامع إلا ولي فيه منبر ولا منبر إلا ولي فيه خطبتي ولا عالم إلا بعلمي عالم ولا سالك إلا بفرضي وسنتي، فلولا رسول الله بالعهد سابقا لأغلقت بنيان الجحيم بعظمتي. عنده عظمة قال لك ممكن اغلق ابواب الجحيم، ده ولي لله ولا كذاب؟ الجحيم عديل، الجحيم عديل، تغلق ابواب انت وفيها خزنه وبس، بس انت بتقفل زاي وتفتح. والجحيم ذاته والله نازل من اكذب خلق الله سبحانه وتعالى، والله هرشوا الناس خوفون واستضعفون، والذي رفع السماء نساوين يا اخي امشن دائرة جنة ابويا الشيخ، اترك ابويا الشيخ، ولا راحت منا حاجة ابويا الشيخ، دائرة تحلف ابويا الشيخ. الله وين؟ الله وين الخلق الكون بالجو لمتين؟ ابويا الشيخ ابويا الشيخ ابويا الشيخ، الجنة ابويا الشيخ. الجامع قال الكفار الاوائل بيؤمنوا بالربوبية، الله بيلزمهم بالربوبية للألوهية، بيقول لهم مش خلقكم الله؟ أي أنا خلقتكم أعبدوني أنا. يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي شنو؟ خلقكم. قال ناسنا ديل الربوبية ذاتهم لخبطين فيها، الخلق ذاته إنه الشيخ بيخلق. أبو جهل لو مركته خنقته، قلت له أبو جهل قال لك واضح خلقكم ولك الله. يا أبو جهل انت ولدك اللي اداك له الله لا ما اداك له بل لا ولا منات ولا ولا ولا، اقول لك والله اداني لا الله ذاته. ابو لهب انت ولدك اللي اداك له الله. عقبه بن ابي معيط لا ولدك اللي اداك له لك الله ذاته. لا يعني تقول صنم ما بدي الجنه، يقول لك لا لا اخذ صنم سوينا برانا. طيب انتم بتعبدون ليه؟ قربونا لي الله، نحن عندنا ذنوب يا اخي ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى. شفت الباب الدخل الكفر بجنو ليقربونا إلى الله، نازل عارفين الله. ده أبو لهب يقول لك الصنم ده ما أداني الجنة، زولك ده يقول لك والله الجنة ده أدانا للفقيه. أداك لكيف؟ أداك لصغير ولا كبير؟ أداك لكيف؟ الجنة الخلق والله هذا الجنة ده عنده أضانين، إنت الفكيدة عشان يغنعنا كان جابوا عنده أضانين، ده حق الله دار يغنعنا يجيبوا عنده ثلاثة جنو ثلاثة أضان عشان الشغلة تتميز، صح ولا ما صح؟ مش صح؟ حاسي دي شركة ودي شركة مش مميزة، لكن جبت لي دي زيها وبيضة زيها وكريستال كريستال، أميزة كيف؟ أنا ده ودي باردة ودي باردة، أميزة كيف؟ ده جانا عنده اثنين اثنين وده عنده اثنين اثنين، تقول لي ده داني لا الله وده داني للشيخ، اميزه كيف؟ مش الكلام منطقي يا اخي؟ من نزل لخبطوها مره واحده والله الذي لا اله غيره.